اسعد مساكم متابعين الغاليين الكثير والكثير والكثير. قبل كذا نزلنا مقطع نقطه الشذاب وسالوني عن طريقه استخدامه. طبعا هذا الشذاب انا بجيب لكم بطريقه مختصره وطريقه حلوه. هذا الشذاب اخضر، نجيبه اخضر ونحطه في قدر ماء بهذه الطريقه، شوف، ونصب المويه في القدر او في براد او في اي حاجه، ونطبخه بمقدار نص ساعه، نخليه يطبخ بمقدار نص ساعه الين حتى يتغلغل المويه داخل الصينيه. نصب المويه زي ما قلت لكم عليه بهذه الطريقه، في قدر او في صينيه او في براد، نخليه طال عمرك ابو نص ساعه يطبخ على راحته على نار هاديه ابو نص ساعه. بعد ذلك بعد ما يبرد بعد ما يطبخ اخذ نص ساعه او 45 دقيقه تقريبا كذا، بعد ما يبرد نصبه في بخاخ سي. هذا البخاخ هذا متواجد في كل البيوت. طبعا هو للامانه طارد للجن للشياطين للحسد للعين، هذا شنو الشذاب، ومذكور عنها بالطب القديم والطب الحالي، واغلب المشايخ اغلب الرقاه يستخدمون هذه النبته بهذه الطريقه، برشها للمسحورين او المعيونين. استخدمها انت او اي واحد استخدمها، شيء طيب وشيء ضروري. راح نوريكم طبعا في نهايه المقطع كيف راح نصبها في هذه، نوريكم الطريقه. طبخناه لمده نص ساعه تقريبا، نصب بهذه الطريقه البخاخ او المرش اللي موجود في البيوت كلها. اللي نبغاه والله العظيم من هذا المقطع اللي نبغاه الاجر، لان كثير من البيوت تعاني زي ما قلنا لكم من السحر ومن الشعوذه ومن الحسد ولا يكاد يخلى بيت من هذا الشيء. اللي عنده تبغى الاجر انشر المقطع، خلى الناس تستفيد بهذه الطريقه. هذه افضل طريقه له، افضل من التبخر وغير التبخر، انك تجيبه زي ما قلنا لك اخضر وتنقعه في مويه وتطبخه، وبعد ذلك حطه في هذا المرش ويرشبه العين او المحسود، او انت رشبوه بيتك، رشبوه البيت عندك، رشبوه ملابسك لكل واحد. وبهذه الطريقه النهايه بعد ما يبرد نبرده ونحطه طعمك، وبهذه الطريقه يرش خلاص. الان كذا يصير جاهز عندك، مريض عندك شيء اقرا عليه المعوذات وايه الكرسي الحسد طعمك، وبعدها رشبه بهذه الطريقه ملابسك. ونتمنى لكم التوفيق، والله ما نبحث عن المقاطع هذه غير الفائده للناس وعمل الخير. انشر المقطع خل غيرك يستفيد، وتحياتي لكم.